بحت أصواتهم وتطورت معاناتهم وطالت خيبات أملهم. هذا هو حال الطلاب المبتعثين في الخارج جراء عدم الاكتراث لمطالبهم وعدم معالجة مشاكلهم، وهي أسباب ضاعفت من حجم المعاناة التي يعيشونها في بلدان الاغتراب. لم يختلف حالهم في هذا العام عن الأعوام الماضية، ولم يتحسن وضعهم عما كان عليه، سوى أنه تم ترحيل مشاكلهم من سنة سابقة إلى سنة جديدة، وهو دوران آخر في ذات الحلقة وفي نفس دائرة المعاناة غير المنتهية. سبق وأن رفعوا إلى الحكومة الشرعية والجهات المختصة مذكرات وبيانات عدة، وسبق أيضا أن نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، غير أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب أو أنها لم تحدث على الإطلاق. في جديد المطالبات وجه طلاب الخارج في 11 دولة رسالة عاجلة إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة عبر سفارات الجمهورية في دول الابتعاث، وشدد الطلاب في الرسالة على سرعة صرف مستحقات طلاب الاستمرارية والإحلال والبدل لجميع جهات الإفاد والذين يعانون الأمرين إزاء تأخر مستحقاتهم لأكثر من عام ونصف. وتعرف من خيبة أملها واستقرابها من عدم الاتصالات الحكومة بمعارات الطلبة والتعديل من خارج، وعدم تجاوبها مع مطالب الطلاب الحقوقية التي سبق الرفع بها إليكم وإلى كل الجهات المختصة بالمذكرات والبيانات السابقة. جراء تأخر مستحقات الطلبة المبتعثين في الخارج لمدة تزيد عن النصف عام وبعضهم من العام والنصف. الطلاب طالبوا أيضا بالتحقيق في التلاعب الحاصل بمنح التبادل الثقافي من قبل السفارات في عدد من الدول وتوزيع المنح للمقربين بعيدا عن أي معايير شفافة وواضحة. مستقبل غامض يهدد الطلاب المبتعثين في الخارج، وحال يسوء يوما بعد آخر، فبدلا من توفير أجواء تساعدهم على التفرغ لمسيرتهم التعليمية، ها هم يعودون مجددا لاحتجاجاتهم التي لم تتوقف ولم تتوقف معها مأساتهم الطويلة.